مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في العمارنة جماعة إير نواحي مدينة أسفي. تلقي اتصال من عند الأب ديال ناصر. ناصر شاب طموح، عنده مسكين إعاقة، الأمنية ديالو تكون عنده كروسة يمشي بها للجامع. شوفوا معايا التفاصيل ديال القضية ديالو كيفاش. السلام عليكم. السلام. عاود لي على ناصر، مالو كيفاش تزاد؟ ناصر سيدي ملي تزاد أول مرة تزاد هكاك معاق، وهو لما هزيناه الكروسة نديروه في الكروسة عاد ندوه ندفعو به الكروسة حتى المكان فين غادي للجامع كذا يدور شوية، هذا هو الشيء اللي كاين. ومن جهة داكشي ديال احنا فقارة، ما كاين والو، ما في حالنا والو، لا اله الا محمد رسول الله. وهو راه الحالة ديالو راه هو هذاك، راه كتشوف فيه كل شيء. وهاد الإعاقة ديالو كيفاش دايرة؟ الإعاقة ديالو ما كياكل وحده، ما كي لما كتشم بحالي انا اللي مكابر معايا غنفهم ليه، اللي غنفهم ليه اللغة ديالو. بحال شي واحد ما غيفهمش ليه اللغه ديالي. شحال ديال الوليدات عندك؟ عندي يا سيدي هو الخامس. ولكن هو مسكين اللي عنده الاعاقه. هو اللي عنده الاعاقه. دابا ناصر ديما حداك. ديما حدايا. ما يفرقني يا رب. نعم. شنو كدير انت في الحرفه؟ في شي حاجه؟ الحرفه كندورو في هادشي ديال الفلاحه ديال البغور وكذا وهذا. كاين حتى حاجه ولا كاين شي خديمه منافري تخدم بديك 500 ولا 600 ولا 700 في النهار؟ كاين خطره تخدم، كاين خطره ما تخدمش، كاين هذا هو الشيء. هو الامنيه ديالو قال لي بغيت نمشي للجامع، واخا ما كيهضرش فهمت الاشاره. هاي هو صافي الجامع وعقله. سبحان الله العظيم. الجامع هو العقل ديالو. واش ملي قلتي لي الجامع وعقله غادي نسالي معاك وغنرجع عندك في الاخير. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا مع ناصر. ناصر انا عزيز عليك الجامع. الجامع زوين. وشنو خاصك؟ خاصك الروسه اللي يديك تما. وهادي مالها هادي؟ مهرسه. ما كتمشيش. خاصك اليدين اللي تورك عليها وتمشي. دابا انت الامنيه ديالك الروسه زوينه. تمشي بها للجامع. قول لي اللي بغيتي، قول لي اللي بغيتي، بغيت نسمعك. اللي قدرتي تخرجها قولها. قول اللي بغيتي، قول نسالك تاع قولها. لا ما تحشمش، ما تحشمش. قول لي انا معاك. انا جيت حتى لعندك من الدار البيضاء، جيت عندك. كاي هوي هاي في كاش. كتفهم واش تيقول؟ فيتاس ديال الفيتاس. باغي الكروسة ديال الفيتاس باش يمشي للجامع. ان شاء الله يا رب. الله يحفظك يا رب، الله يصلحك. مشاهدينا الكرام غادي نشوف. ما حاولتيش، إلا سمحتي لي، ما حاولتيش أنك تسول على هاد الكروسة والثمن ديالها شحال؟ لا ما حاولتش، ما حاولت نسول عليها. على حساب ما عديش الإمكانيات باش نخلطها. ان شاء الله بجهد الله تعالى غندرك وادعي معايا. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ناصر الله يسترك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا الدنيا اختبار. ناصر 35 سنة، الله عز وجل ومن اهل الجنة، وفاقد الادراك، لا لا لا, لا يفقه شيئا ولا يعلم شيئا، ولكن شوف القوة اللي اعطى الله عز وجل في الايمان، وهذا شيء صراحة شيء عظيم. الامنية ديالو هو مدمن على الصلاة رغم الإعاقة، وهنا من البديهي بطبيعة الحال أننا غنقولوا سبحان الله. مشاهدينا الكرام الأمنية ديالو تكون عنده كروسة متحركة تنطلب الله عز وجل وجوه المغاربة أنه يحققوا الحلم هذا الوليد ورجع عنده من كازا ونشوفه بغادي بها للجامع. الأمنية ديالو هو العبادة رغم الإعاقة رغم الظروف رغم الفقر. الأب يتكلم بعمق الصراحة، هنا منطقة هشة ما فحالهمش. مشاهدينا الكرام غادي نوضع رقم الهاتف ديال الأب، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام تنتمنى من الله يا ربي ما نساوش ناصر. ناصر قول لهم شكرا. شكرا. قال لكم شكرا. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.